السلام عليكم اخواني المشاهدين، اهلا وسهلا بكم. احنا متواجدين في هذا الموقع هذا اللي هو سميتو الكيس، تابع لي تيزي نغشو دائره بومية اقليمي دلت. بعد ما درنا واحد الزياره ميدانيه انا وسيق لحدو لهاد الضيعه هذه ديال التفاح اللي هي تبروزات 2019 اللي عطات بارك الله لا برودكسيون وتباعت ب 6 درهم ونص فوق شجره. وحنا جينا اليوم اللي هو يوم الاحد 19 شتنبر 2021، الساعة تشير إلى الثالثة ونصف. شاهدوا تبارك الله لا فاريتي جيرومين، لا فاريتي جيرومين تبارك الله. وهاد الفلاحة هادو تبارك الله راه خاصهم غير شوية الخبرة في التقليم وفي الأركاج وفي هاد الأمور كلها. وما تبارك الله الجودة والهواء ديال هاد المنطقة، هاد المنطقة فيها واحد الهواء جيد جيدا اللي هي على ارتفاع على سطح البحر 1900 دالتيتود. شوفوا تبارك الله لا جيرومين لا فاريتي تبارك الله حتى ولات نواراتر. هنا كتشوفوا لي زير دو فروا، كتشوفوا لي كونديسيون كليماتيك اللي هما تري 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 فافورابل بور لو بومي. شاهدوا تبارك الله وهاد الشجر هذا اللي هو افيك ان اكسون ترال اللي المصدر ديالو من مدينة ازرو، من المشتل ديال مدينة ازرو كما كيقولوا بعض الناس اللي كيسولوا كيقول لك التفاح ديال المغرب ما كيداروش اللاكس وما كيعطيش اللاكس ديال المغرب. ها انتم شاهدوا حنا دائما خصناش نعيبوا السلعه ديال بلادنا. شاهدوا حنا في عين المكان دابا، ها انت حنا في عين المكان وكناخذكم الصور حيه. ها شاهدوا هذه جولدن راندرز اللي تبارك الله واحد لاكاليتي تفروي اللي تبارك الله حتى كيولي احمر. ها شاهدوا بارك الله، واخا الدراري مساكين خاصهم تكوين وخاصهم كيفاش يطيي وكيفاش ياركي وكيفاش يقدروا الامور، ولكن حنا ان شاء الله غادي نبقاو معاهم في التنسيق ان شاء الله باش ان شاء الله حتى هما يمشيو للقدام ان شاء الله. وهذا هو اللي بغيت نوصل لكم، وباش كتعرفوا دائما حنا في الميدان هنا كنقول لك المثال، الا خدمتي غادي تحصد، ما خدمتيش غيتبقى هكاك. ها انتم شاهدوا بارك الله راندرس اول جيرومين، شاهدوا بارك الله، شاهدوا بارك الله. ها انت جولدن راندرز اللي هو تبارك الله واحد لا فاريتي تبارك الله زعما امبيكابل. ها شاهدوا بارك الله، شاهدوا. انا غادي ننتقل لبعض الشجرات هنا ديال الجيرومين حتى هما اللي بارك الله عطا واحد الكاليبر مزيان. ها انتم شاهدوا بارك الله الجيرومين، شاهدوا شاهدوا بارك الله، شاهدوا بارك الله، شاهدوا. انا فرحان جدا بهذه الزياره هذه لهذه الضيعه هذه، ولكن الحمد لله ملي كتلقى لا كاليتي فروي كتلقى لو فروي نون توشي بار الكاربو كابس اي نون توشي بار لا تافلور، ولكن كراس التتبع ديال الاخوان وكراس هما الاخوان اللي الضيعه ديالهم وها السيح يقلا حدو اللي هو رب المشي اللي هو مع هاد النقله هادي، وهي تبارك الله تزرعت في 2019 وعطات النتيجه الحمد لله. ولكن فيما يخص بعض النقاط اللي يمكننا نصلحوهم غادي نصلحوهم مستقبلا ان شاء الله. شاهدوا بارك الله، ها انتم امزح وانتم شاهدوا كما كتلاحظوا الاخوان لا كولور ديال لو فري بارك الله. انا كنبغي الفلاح يخدم، قرب على الصوت، كنبغي الفلاح يخدم، واللي يخدم راه غادي يحصد، واللي غير كيجلس في القهوه جالس كيقول لك ما كاينش هذا العام ما كاينش هذا العام، علاش ما كاينش هذا العام؟ خدم وغادي تحصد. ها انتم كيما تشوفوا الاخوان 6 دراهم ونص للكيلو فوق الشجره، كراس لا كاليتي تفري، كراس لا كاليتي تفري، تبعدي تبعدي، وكراس لي كونديسيون كليماتيك اللي هما فيهم دي تمبيغاتور اللي كيحتاج الشجر تبارك الله. ها شاهدوا لاتيتود 1900 لاتيتود على سطح البحر 1900 ديال المتر على ارتفاع البحر. شوفوا بارك الله، وعاد الدراري ما عارفينش كيفاش يخفوا كيفاش ينقصوا كيفاش يديروا، ولكن من هنا لقدام غادي ان شاء الله نبقاو معاهم في التنسيق، نبقاو معاهم في التنسيق ان شاء الله باش يمكننا ان شاء الله نخرجوا بشي نتيجه مزيانه. لذا هنا كما كتعرفوا هرب واحد دائما كينتقل الميادين وكينتقل الضيعات وكينتقل الاماكن اللي زعما شحال من واحد ما عارفهمش. هنا الواحد خص يعرف بلادو وخص يعرف لاكاليتي الفروي ديال بلادو. الحمد لله هنا كنحيي هاد الدراري هادو، كنحيي باهم وكنحيي حتى اللي باع لهم السلعه سيق لحدو، وكنحيي جميع اللي كيخدم مزيان. راه كيقول لك المثال
الى زرعتي غادي تحصد، والى قلتي في القهوه غادي تحصد القهوه. لذا تحيه لكم من هرم الموحده اي منطقه سابقه بصراحه تحبيات النباتات يوم الاحد 19 شتنبير 2021 الساعه تشير الى الثالثه ونصف. الى اللقاء. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك.